جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان يسأل جمعا من الأسئلة، أولا عن مصافحة النساء بالنسبة للرجال، هل هي جائزة أو لا؟ مصافحة النساء بالنسبة للرجال الذين ليسوا من محارمهن حرام، لا تجوز لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء اللاتي لسن من محارم، حتى في البيعة ما كان يبايع النساء بالمصافحة، وإنما يبايعهن بالكلام، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما في مصافحة المرأة غير المحرم من الفتنة العظيمة، فالواجب ترك هذه العادة السيئة، ولو اعتادها بعض البلاد أو بعض القبائل فإنها عادة محرمة، والعادة إذا كانت محرمة يجب تركها ورفضها والابتعاد عنها. نعم.